عاجبك كده يما؟ يرضيكي اللي محمود عمله؟ مشي من غير ما يسلم عليا. اه والله. طب حتى لو شافع مزعله، طب مش مفروض يقعد بقى ونتكلم ونتعاتب؟ لكن ازاي ابنك اتقمص وزعل وساب بورسعيد كلها باللي فيها؟ اسمعي بقى يا بنت يا تحية، ما توجعيش دماغي انت واخوكي، كل ما اسالك تقولي لي ما فيش حاجه، ده كان سوء تفاهم بسيط وعدى، اساله هو يقول لي ده شالوني على راسهم من فوق وكانوا معايا زي الفل، انا بس اللي ما سلكتش في البلد وما حبيتهاش. اسمعي بقى اما اقول لك، عايزين تحكوا احكوا لي وهاتوا من الاخر، وما تفضلوش توجعوا في قلبي. والله يما مفيش، الموضوع بسيط، انا هحكي لك بقى وامر لله عشان ما تفتكريش ان انا قصرت معاه في حاجه. مالك يا بطل؟ مالي؟ ما انتش عارف في ايه مالي؟ في ايه؟ الله الله الله، في ايه يما؟ واحده من الشارع يا كلب. الله، ما انتش خايف على نفسك من ايه؟ تكون متنيله عينه وعندها ايه؟ حرس وعصايه. ها، هو ده اللي انا علمتهولك؟ وبعدين انا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابة عشان تتقص، ما اتعصتش ليه يا كلب؟ اعمل ايه بقى يما؟ ما بعرفش اكسر للشيطان كلمه. شيطان شيطان يا كلب يا مجرم. خلاص بقى يما، هي دي التربيه اللي انا مربيها لك؟ خصية عليك. ما تهدى يا بطة. انا مش ههدى، مش ههدى غير لما تروح تكلم اختك وجوزها وتعتذر لهم كمان. ايه ده؟ الناس فتحوا لك بيتهم واكرموك اخر كرم، هو ده جزاتهم؟ ما ينفعش تعاملهم كده ابدا. حاضر حاضر يا ست الكل، هكلمهم وهبوس على راسهم كمان عشان تنبسط ياما. وبعدين ايه يا اخويا الانعره بتاعتك دي؟ اديك رجعت يا اخويا لوجع القلب والايد البطاله. ايه، ما كنتش قادر تستحمل شويه عشان اكل عيشك؟ ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط؟ اعمل ايه بقى ياما؟ فقري، ماليش في الطيب نصيب. وبعدين لو على فكره الايد البطاله طمني، عايزين نظبط لي موضوع شغل الورشه بتاع اسكندريه، وبكره الصبح رايح استلم الشغل. اه، حسين ده بقى وقعته سودة. واكبر انفز يا ابن الكلب، عامل لي نايم. ورشه ايه اللي انت عايز تشغل ابني فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجاره وبيكسب شيء وشويات؟ عايز تعمل ابني ميكانيكي؟ اه وقت. هعمل ايه بس يا حاجه؟ محمود ما هو موافق، انا رسول وما على الرسول الا البلاغ. جاتك نيله في مجايبك المهببه. يلا قوم اتلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله، بدل ما انت قاعد كابس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا. عاجبك كده يا محمود؟ امك بتعد عليا اللقمه اللي انا باكلها عندكم؟ طب صراحه يا حسين اكلتك جامده، ده غير انك ما تعشرش، ده موضوع تاني خالص. إلا جامدة، ده لها في نص صينية البطاطس امبارح، لولا شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منها. هعمل إيه بس يا حاجة؟ ما هو أنت اللي طبيخك زي العسل، والواحد بيبقى عايز ياكل صوابعه وراه. سلام يا خويا، كل صوابعك أنت وسيب الأكل لينا إحنا. أنت عارف بقى يا حسين، بعد الجملة دي بالذات أنا لو منك ألم شنطة هدومي وأسيب البيت ده، أصل خلاص دي مرمطة. خلي عندك كرامة، هات بيجامة حسين. كرامة؟ هروح أصلي العصر أحسن. كرامة إيه؟ ده جبله وما بيحسش على دمه، هو ده عنده كرامه ده؟ خلاص بقى يا بطه، خلاص بقى يا ام، هاتي دي. بقول لك ايه، انت كمان اللي انت عايزاه، انت لازم تاخده وتروح تصالحه على اختك ان شاء الله، حتى بالعافيه، انا مش ناقصه وجع قلب. حاضر يا ام. مش كفايه عليا ابوك اللي عازم لي بكره لجنه العمال على الغدا؟ وانا بصراحه بقى ما عادش فيا صحه للكلام. ولا يهمك يا محاسب حسين، انا هكلم لك الضابط بتاع امن الدوله يجي يلم عبد الناصر واصحابه من الشقه. اضحكي بقى يا بطه. يا ابن الايه، وحشتني. بس برضو ازاي يا واد تروح تجيب واحده من الشارع؟ ليه رمرام بقى بعد البت شيرين اللي زي فلقه القمر تروح تجيب واحده من الشارع؟ والله انا ما قلتلوش يمشي ويسيب البيت، هو اللي سابه بمزاجه. وهو رجع بمزاجه؟ خلاص بقى يا هدى، مش عايزين وجع قلب. ما هو مش معقول يا محمود بقى، مش كل ما يزعل يسيب البيت، انا مش عايزاه ياخد على كده، دي ما تبقاش عيشه. انت هتفضل قاعد لي كده زي عذراء الربيع؟ ها؟ ما تثبت وجودك يا اخي، انشف شويه. بصي بقى يا بنت الناس، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني ده، انا ما هيكفيني فيكي غير اطمر رقبتك. مش قوي كده. عندك حق. بصي يا هدى، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني دوت، انا مش هسيب البيت، هقعد معاكي بس مش هتسمعي لي حس، هتكتم خالص، هتلاقي في وشك كومة كآبة، شلت غتاتة قاعدة في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت. يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده؟ هاتك يا تهديد كده؟ بصراحة بقى الراجل عنده حق يا هدى، ولا أنت عايزاه يطفش من البيت وينزل يدور على واحدة في الشارع؟ ها؟ مش عايز أفسر بقى، هتبقى عيبة في حقك. يلا سلام عليكم، هسيبكم تتصالحوا. خدوا بالكم أنتوا بتتصالحوا، ها؟
كفايه جرمة العيال اللي واقف بره ده، اتصالحوا بس اتصالحوا ها بالراحه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين قلقان، قوم تعالى معايا. شيخ اقعد، انت ما صدقت. خدي بالك من جوزك. سلام عليكم. حاضر يا محمود. مين الظابط اللي مسرح؟ ظابط مين يا ابني؟ يا ابني انت الظابط؟ يا ابني زي ابوك يا ابني، ما تعملش فيا كده، حرام عليك. يا لا اله الا الله. يعني ايه؟ دي مهزلة. انت زي ما طلعلوش امر اعتقال فورا. ممكن يا فندم، بس بتهمة ايه؟ يا سلام، لو هو لما يثبت مخبر ويتطول عليه ويتعدى عليه اثناء خدمته، دي مش جريمة؟ مظبوط يا باشا، بس واضح ان سيادتك عصبي شوية النهاردة، وعشان كده انا مضطر افكرك. المراقبة اللي كانت على الواد ده كانت من غير اذن النيابة. اعتقل الموجب قانون الطوارئ يا اخي. المهم الواد يتربى والموضوع ما يعديش كده. سيادتك ناسي ان الواد ده ملموم على بتوع منظمات حقوق الانسان، ولسه طالع من كام يوم في التلفزيون متكلم علينا. يعني لو ما فيش حاجه ثابته ضد الواد ده هيعمل لنا شوشره. الضرر بتاعها هيبقى اكتر بكتير من نفعها. مش فاهم. الواد جاب الجرايه دي كلها منين؟ ده لسه عيل بريال لا راح ولا جه. احنا في عصر السرعه يا باشا. زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسه دول كانوا بياخدوا وقت على معودهم ينشف ويعملوا شبكه العلاقات بتاعتهم. انما دلوقتي خلاص الواد من دول بيخش في السياسه وبقل من سنه بيبقى معاه نمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الانسان في مصر وبره مصر. ده غير طبعا المدونين اللي على الفيسبوك وتويتر. تويتر؟ هما كمان وصلوا تويتر؟ مش كتير، بس بيزيدوا يوم بعد التاني. على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم. واي نعيم؟ سيادتك لما بتعتقل واحد من البهوات اللي بتقون دول وتوديه ورا الشمس، محدش بيبكي عليه. ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعت تجيب له الشيخ بتاعه يفكره بالذي مضى، يخرج لاهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبروا واحتسبوا ويعدي الموضوع على خير. انما احنا بقى بيطلع عين ابونا مع بتوع المجتمع المدني والطلبه. لو قربنا ناحيه اي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجي لك من منظمات بتاعت حقوق الانسان سواء دوليه او محليه. خلاص يا سيدي، ما تحسسنيش ان انت بتحسدني. طب ما حضرتش قام العذاب اللي كنا بنلاقيه مع بتوع النشاط الديني قبل ما يرموا السلاح. يلا كل واحد بياخد لي يومين. المهم يا باشا، عايزين نفكر ازاي نربي الواد ده عشان ما يتفرعنش علينا بعد كده. والله العظيم يا رب، هو ده وقته؟ الو الو، صباح الخير. صباح الخير. ايه يا ابني؟ انا عمك عبد الناصر. ايوه يا عمي. انت لسه نايم ولا ايه؟ ما عندكش شغل النهارده؟ عندي مواعيد متاخره شويه، ما انت عارف شغل التجاره تساهيل. وبعدين ايه النمره الغريبه دي؟ ولا الموبايل اللي خرف ولا ايه؟ ماني نزلت اكلمك من الشارع مخصوص. ليه؟ خير يا عمي؟ خير؟ نفسي بخير والله، عشان كده قلت اكلمك من تحت مخصوص، عشان مش عايز حد يسمع الكلام اللي هقوله لك. بقى صح يا شافع، ارجع من الشغل امبارح الاقي الواد محمود نايم في البيت، وامه تقول لي ان ساب الشغل وساب بورسعيد كلها. ينفع اسلوب الحوار ده بينا يا عمي؟ ليه الدخلة السخنة دي؟ وبعدين ليه ما يكونش ابنك بتاع نسوان اساسا؟ ولا انت متأكد انه مالوش في النسوان؟ وعلى فكرة انا حبيت الم الموضوع، بس اخته هي اللي طبت بقى والموضوع انكشف. اسمع اسمع اسمع، اياك هتقول لي الكلام الاهبل بتاع حكاية البت اللي لقيتها معاها في الشقة
وانك خدتك الحماسه واتنفضت عشان تدافع عن شرف الشقه. اسمع يالا، بطل الكلام ده. ليه انت ناسي ان انا عارف انك فلات وعينك زيغه؟ انت هتنسى حكايه البت اللي كانت شغاله معاك في الشركه، ها، اللي جت كلمتني وراحت كلمت مراتك وكان هيبقى فيها طلاق. ده كان موضوعه قديم وراح لحاله، وربنا غفور رحيم. واسال بنتك، انا شايلها فوق راسي بشيل. ده احنا قلنا انك بقيت عاقل وهتراعي ربنا ببيتك وعيالك، لكن الظاهر بقى اللي فيه ده ما بيبطلوش. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا كذاب يا عمي؟ ليه كده؟ طب ايه رايك بقى ان دي مش اول مشكله ابنك يعملها بورسعيد بسبب النسوان؟ ماشي، واضح ده بقى ان اسلوب حياته مع الستات. ايوه يا عمي، بدليل انه واخد مطوه في دراعه. واكشف عليه، واخدها بسبب بنت بورسعيد من قريب قوي. واذا ما انتش مصدقني تعالى اقعد مع كامل ويحكي لك بلاويه. طيب طيب طيب، ماشي ماشي.